العبي بعيد احسن لك. خلي دوقي بس اكلي عامله ازاي. لا لا ميرسي خليهولك اكلك ده تحفه. مش مهم الاكل يا حبيبتي، مهم التربيه. الايه يا حبيبتي؟ التربيه يا ماما. بقولك انت شكلك ما طلعش ترابي، طلع هوائي. هوا هوا. في ريحه اكل جميله يا جماعه. فعلا جميل. اكل مين؟ لا اكيد اكل الكونتيسه. ايه ده؟ دي شوربه فراخ؟ شوربه فراخ. بغير. طب ما لا احنا عايزين من ده. طيب حضرتك بقى، هو حضرتك عندك كاميرات بتصور ولا انتوا ماشيين كده؟ لا احنا كنا فاصل. في فاصل. طيب والاستاذه دي ايه اللي بيجيبها الناحيه دي في الفاصل؟ ما اسميش دي. طب ايه يعني في؟ انا عايز افهم. في قله ذوق. في ايه يا هانم؟ يا استاذه هانم. تشنش. في ايه حضرتك؟ ايه اللي حصل طيب؟ في ايه حضرتك؟ يعني انا عايزه افهم ده ايه ده؟ الانسانه دي بتيجي تضحك وتعمل هنا ليه؟ طب وانت سبتيها ليه تيجي عندك؟ انا سبتها هضربها مثلا؟ ما انا حاطط اصلا ما بينكم صفيحه بتاع هي بتحط فيها المناديل عشان لا هي ما بتحطش حاجه وبتقل ادبها وبترمي هنا وما فيش اي حد بيعمل اي حاجه. لا ما هو ما ينفعش هم حد يتدخل. لا ما هو انا اللي اعرفه بقى. لا ما هو اللي اعرفه ان في ناس تتدخل. فين المخرج؟ فين حضرتك؟ ما دهتيش ليه؟ طب انا موجود والله. انا سالت اسال اللوكيشن بتاع حضرتك. ما حدش نادى لي ليه يا جماعه يعني؟ شيف خلوسي ممكن تدوق الاكل بقى ونرجع عشان انا عايزه امشي. بشوف مش عارف. وبعدين هو ده ايه ده اصلا؟ ده الاكل؟ يعني انا هاخد هلقط كده فرخه هستقطع. لا حضرتك انت اديها الدرجه على الاثنين لان هي اللي عملت الاثنين. بقول لك ايه، خد الدرجه على الاثنين. مصيدتين واصطاد. انا هصطاد الفراخ واشوف يمكن يبقى هنا اجمل. يبقى يعني انا متاكد ان هنا اكيد في حاجه. بس انت حطيتي توابل؟ طيب لا هي اللي حطت. حتى بقى واصطاد هي اللي عملت كل حاجه. يلا اصطاد اصطاد اصطاد. خلص خلص يا شيف يمكن تفشل. ثانيه واحده ارجع. طيب ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل من برنامج اجمد طباخه في مصر. وهندوق دلوقتي الاكل وهنشوف. اتفضل اتفضل. انا محضره الشوكه. بص من قبل الفواصل، من قبل ما نرجع ولا ايه؟ طب يا شيف والله ابدا والله ما يحصل. لازم تدوق. دوق وقول لي رايك. الله. ايه رايك يا شيف؟ ايه ده؟ حلوه؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ انت تسلم ايه ده؟ انا بصراحه انا نفسي تخسري حلقه، بس انت بتثبتي لي كل حلقه ان انت اكلك احلى من اللي قبل. مفيش فايده. ما اعرفش انت ايه والله. رغم انف الاعداء. ده ايه بقى؟ طب انت انا عايز يا عيني عليك يا طيبه اصلا لما بدي اعي منك لما بنصحى نلاقينا مجمفه اي حاجه خالص ولا ملح. لا دي فيها ملح كتير. لا ما تهزرش دي دلقت نص الملح. طب دقيها والله. لا والله لا دقيها عشان خاطري. طب خديها ودقيها انت. لا ما باكلش. لا ادوقي. سوري ما باكلش والله. ما عليها ملح كل الملح ده مش عليها ملح. والله ما طعم ما في ملح. طب والله كمان النار مره اصلا سايباها شوربه. تاخدي شويه سم. سايبه شوربه. مش انت اللي حطيتي ده يا حبيبي؟ النار. طيب لا تعالي اقفليها انت عشان تبقي انت اللي عملتي كل حاجه. لا يعني انا عايز تعالي اقفليها انت. لا مش هدوق. طب دوقيها انت عشان مش هدوق. غريبه والله. الله هو هي قلت الذوق وحضرتك كمان معاها. لا 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 هوه والله. لا مش هوه والله ابدا. هي بص شكت كده ان احنا اقعد بعض. لا والله ابدا والله بجد. بيضه تزق بيضه. انت متجوزه؟ لا حضرتك متجوزه؟ لا 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 انا مش في الكلام ده. الحمد لله. انا متطلقه الحمد لله. هو كان مين؟ كان حسين. حسين الشيخ قال له اطلقها يا حسين. قلت لك اهو. قبل ما طب خلاص انا يعني انا عايز كده اهو. طب يا جماعه كفايه غليان بقى. كفايه غليان عشان كفايه غليان غالية. فعلا. طب ما يمكن الميه يعني تطير كده وتضيع. نقعد ساعه نقعد ساعه مش عارفه تتعامل معايا. طب اصل الشوربه كتير قوي فعلا والله. انا ما حلو حلو الشوربه مفيده. هتشربها بدقيقه. هات معلقه. طيب شوربه مفيده. انا عايز ادوق يعني اشوف. انا عايز اعمل معاك اي حاجه. بص انت اكلت الفراخ بتاعتها هي اللي اكلتني. بلع بالشوربه. لا بلع بالشوربه بقى عشان تمشي معاك الدنيا. حاضر. ايه ده؟ دي نيه. دي مكان الفراخ النيه يعني. الكوبايه اللي بتاعها طقت. مش انت بتقولي خلاص؟ شفت طقت من كتر جمالها. هي حلوه بس حادقه. شفت انت لسه من شويه بتقول ما عليهاش ملح. الفراخ ما عليهاش ملح لكن الشوربه حادقه. هو الفراخ بتاخد الملح منين؟ مش من الشوربه؟ ده الكلام ده لما احنا جايين بقى نتعلم الطبخ هنا ولا ايه؟ انا عايز اخلص. بس يا شاطره. بس يا ماما. راسي. بس يا ماما. ما تكلميش معايا. ليه ان شاء الله؟ انا هسيبكم. طيب انا هسيبكم. ليه يعني؟ ما تتكلميش معايا. هنطلع فاصل. هنطلع فاصل. حلو قوي. استنى انا مش عايزه البرنامج ده. طب ثانيه واحده. طيب انا مش عايزه البرنامج ده. لا لا سوري. لا لا سوري.
طب هقول لك انا مش عايزه الحلقه دي ولا تختم ولا انا مش عايزه. طب هختم ثانيه واحده عشان البتاع متعلق. طب هختم بس حاضر. ايه طب هختم ثواني هختم بودو كاراتيه هختم عشان بس خلاص بقى عايزك يا استاذه لو سمحت. هيك المسليه قوي تافهه قوي مسليه قوي. ماما سقطت تربي. لا 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 انا بقول لك اهو مالكيش دعوه بمامي خالص. يا لوحي انت قد مامتي بقيت كده. انا كنت عايزه اسيبكم في فاصل يمكن تصالحوا وتتكلموا مع بعض.